هل هو الوقت المناسب الآن للبحث عن بديل أم مناقشة المدرب على النتائج الماضية؟ لا شوف، البحث عن بديل في نص الدوري أو نص الموسم من الصعب تلاقي بديل جاهز يكون كويس، يعني كل المدربين الآن مرتبطين بعقود، يعني ما تقدر تيجي في نص الدوري إلا إذا أقيل مدرب من نادي وصار عنده وعقده منتهي تقدر تطلبه أو تقدر تجيبه، لكن عشان تلاقي مدرب في نص الدوري هذا صعب. أنا أرى وعندك انت داخلين هم على حلبة هاي بطولة العالم بالأندية، بطولة العالم بالأندية، وعملية تغيير مدرب، تغيير نهج وتغيير أسلوب، تحتاج إلى تجلس مع هذا المدرب الآن في خلال الفترة القادمة وترد طريقة لعب الهلال. هو غير طريقة لعب الهلال ومنهجية الهلال تغيرت، أساس كده يقعدوا معاه المختصين أو المسؤولين ويقعدوا مع المدرب إعادة طريقة اللعب اللي لعبها نادي الهلال. أنا قصة التدوير وما التدوير والقصة هذه أنا لا أؤمن فيها، لأنه اللاعب موظف الآن وأغلبهم بيأخذوا راحات، يعني الآن أخذوا أكثر من 3 أسابيع الآن كانوا في راحة، ما كانوا تحت ضغط مباريات اللعيبة بتوقف الدوري. عندما صارت البطولة العربية كانت هناك في وقت طويل للعيبة في راحة وعملية، حتى قلت أنا 3 أسابيع يحتاج فترة إعداد جديدة على اللاعب عشان يلعب الدوري مرة أخرى. فعملية التدوير لا، هو غير جوميز وسالم الدوسرة لهبوط مستواهم في المباراة الفائتة. طب أنت لما هبط مستواهم ولعبت بدلاء لهم يا جوريليم، جيت أنت بعد 50 دقيقة رجعت جوميز ورجعت سالم الدوسري، أصلا أنت حطيتهم النجوم، حطيتهم على الدكة، إيش حتست يعني؟ ما عندهم ذاك الحماس والرغبة إذا أنت بتنزلهم. طب ليه نزلتهم إذا أنت أساسا استبعدتهم عشان مستواهم نازل؟ ليش نزلتهم مرة أخرى؟ فعملية التعامل مع المحترفين، المدرب على ما أعتقد يفتقد نقطة العلاقات الحميمة مع اللاعبين، بدرجة أنه عنده اختلافات حتى مع اللاعب البرازيلي بيريرا، ومع طريقة تغيير اللعيبة وتدوير اللعيبة تشعر انه اللعيبة ما هم براحة، في احتاج انه ينجلس مع المدرب وعملية الروح ترجع مرة اخرى للعيبة الهلال، لانه الحماس مهم في اداء المباريات المقفلة. يعني انت اليوم الهلال يمكن الحظ ما كان معه، يعني ما كان يومه، ولكن الحماس والقوة والدنيا لازم تكون في أبو ركان. لو كان هذا الجلوس تم العموم ولا يعلن، هو ممكن هذا الجلوس ما يعلن أصلا من إدارات الأندية، لو كان هذا الجلوس تم. لا 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 لا، هذا عمل فني، عمل صح. فني بين الإدارة وبين المسؤولين، الجهاز الفني هذا عمل فني. طيب إذا كان تم هذا الجلوس في الجرائد ولا نحطه في الإعلام؟ إذا كان تم هذا الجلوس، نعم. وما تغيرت الصورة الفنية، تم قبل مباراتين، قبل 3، قبل آسيا، بعد آسيا، ماني عارف، إذا كان تم وتم النقاش فيه وبقي على قناعاته، هل تبحث عن بديل؟ طبعا إذا خلاص، إذا وصلنا شوف آخر الكي، آخر العلاج الكي، إذا ما في جلست وحاولت وعالجت وما في فائدة تغير. بس إذا وجدت البديل في هذا الظرف، أنا لو قلت على بداية الموسم خلال الصيف والبداية يكون الأمور عقود منتهية وفي مدربين كثير متاحين، إنما هو للتغيير لأجل التغيير بدون ما تستفيد فنيا، هذا أنا أشوفه فيها مجازفة كبيرة في الوقت الحاضر.